هلو جايز، كيف كان صاركم؟ نحن عم تحضر هذا الفيديو، يعني تقريبا مش فيديو فلوج. اوكي، هيكم معنا اليوم سيلا. اوكي، تعرفوا اليوم العيد، وانا سيلا يمكن سيلا تعمل معي ليس عن الكوفر. يعني هلا انا هالسنة العيد يعني حبيت اعمل شعري ليس، هلا رحنا عند الكوفر. خليكم معنا. اوكي، في شمس كتير لانه الصبح الساعة 10:30 اخذنا موعد. اوكي جايز، نسيت لكم كل عام وانتم بالف الف الف خير. انا اوكي جايز، هلا نحن بالسيارة. الصراحة اول مرة بقعد قدام، انا لانه خيي مش معي. لك لا. اوكي جايز، شوفوا الطريق، ما في حدا بقلبه، يعني تقريبا بس السيارة اللي نحن فيه عم تمشي، انه كل المحلات كمان مسكرين. تعرفوا اعياد هي الكفر قريب على بيتنا كتير، بس انا بنجي بالسيارة احسن ما نمشي بهالشوب. اوكي جايز، هلا وصلنا. كيف هلا حبيت البرنامج، بس هلا انا رح ترسم لي ايلاينر، انه حبيتها اسمي انا دايما السنة. اوكي جايز، هلا صرت عم بكفر انا مطورين. ايه ملكم يعني؟ غطيها عم قلك. لا اكتبوا لي تحب الكومنت اي امور اثر علي احسن شيء او ليز. هلا سينا عم تعمل، هلا اخر شيء كلها عامله ايلاينر. اوكي جايز، عملت ايلاينر. شايفين عصبكم اللوك؟ اوكي جايز، هلا ها هن تيابي، ما بعرف اذا حبيتوهم. اوكي جايز، لايكوا بعدهم. الحمد لله شعراتي، حبيت احط هيدا اكسسوار يعني بس هيدا، وحبيت اكون اشتريت جزدان جديدين هيدا، حسيت بالبقعة تيابي. اوكي، وهلا رح اعطيكم شو رح احطه بقلب. اوكي جايز، وهن اغراضي. اوكي، هيدي الريحة، الريحة المفضلة عندي، وهيدا فرشيتي لكن شوي مش شعراتي احسن ما يمكن شو انا دايما بغلط فيها، وعميناتي اكيد عم تسألوا شو هي يعني. اوكي، تنفتح عليك. يلا اوكي جايز، ثانية بس بحاول افتحها. نحس يلا. اوكي جايز، فتحت بقلبة وايبس نيمة، خليهم معي او محارم يعني. اوكي، وكمان تليفوني هيدا اكيد ما في نقعد بلاه، وشكلتي اذا شوابت رحنا على مطعم شي بربطه، وهيدا الساك رح نحطهم كلهم بقلب الساك. اوكي يلا، وهلا هيدا الشكل هلا بدي احطه. ليكو جايز شو حلوة، جبتها كنا بالسوبر ماركت عم جيب ماي، عم لقيتها جبتها سيتها حلوة كتير، قلب على كمان شكل كنستي عليها لولو. هلا رح احطها ويلا. اوكي جايز، ليكو هيدا الاسبادرين، هلا يكون عجبكم. وهيدي ماي، وهي التنورة والكنزة حبيت اربطها كمان من ورا، ومثل ما قلتلكم رح احط الشكل اللي عليها قلب. حطيت وهيدا الخاتم، وهيك اذا عجبوكم ما تنسوا
تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب، الكومنت والشير والإشارة، وأكيد بعد ما أخلص الفلوق. بس يمكن أول فيديو ما قلت لكم، فلا قلت لكم، لكن إن شاء الله يكون عجبكم. إذا عجبكم ما تنسوا تكتبوا تحت بالكومنت، وراح يكون الانستغرام تحت تحت بالدسكربشن بوكس. بعد عملوا هيك مغاضبة فيها، لكن أكيد بعد ما أخلص الفلوق هلا بدنا نروح عند جدو وتيتا. وبتعرفوا مين رح يكون هنيك؟ كارلا تيوب وميمي شاهين، ما بعرف اذا عرفتوهم، هن بيكونوا ولاد خالي بحبهم كتير. ويلا هلا بدنا نروح. قبل ما نروح حبيت اريكم تسيلاتا وافهم حتى يشوفوا كيف لايكو لابسه بنطلون زيتي مع كنزة عليها فلور صندل. ليكو شو حطيت على راسها؟ لول ليكو شعرات عملتو نيز، بس ما بعرف ليك لك لكو، بس اتس اوكي. بعد رح ارجيكم شو تغدينا. تغدينا بيتزا، بس عن جد كان كتير طيب البيتزا. بس بقى منا شوية، نحنا جبنا تو بيتزا بس بقى منها، بس كانت كتير 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 طيبة. اوكي هاي سوري عتمة، وما في وما بتضل هي محروقة عنا بالكب، بس عم جيب لها هلا بدنا نجيب لها سينا شي الكمام. هيدا الاكسسوار اللي كتير هيدا ما فينا نظهر بلاه، هيدا كتير مهم مشان فيروس كورونا. اذا لقطنا كورونا مش حلو، بليز بليز انتبهوا على حالكم من فيروس كورونا. هذا الاكسسوار لازم يضلوا بيتمنا، يعني كاسواره او شيء او كاس انسال يعني. وهيك انا بريك ضمن هيك بلا فيها انه هيك بعملها ام بسكون زهانه لعب الكمامه بعمل هيك دايما. اوكي جايز هلا حطينا الكمامه، هلا رح نروح. اوكي جايز نزلت على البيت نسيا ذكرت الزينة جبته، ما بعرف اذا حبيته بس اتس اوكي. ويلا اوكي جايز هلا نحن بالسيارة عن جبته بنرجع بعد كارلو بعد ما اجت، وانا كمان عم سوي فلوج كنت هيك بنرجع. انا كنت عايز هلا كارلا بدها تروح وانا هلا كمان رايحه، بس سوري ميمي راحت ونسيت ونسينا نصور. اهم شيء اهم شيء تليفون. هيدا مفت هي ما فيها تغني عن تليفونها، ما فيها تغني. اوكي جايز هلا بابا بصير ورايحين نظهر، صح؟ ما بعرف لمن ظهري بس اوكي. بس بعد ما خلص الفلوج اوكي جايز انا نحن بالسيارة طالعين محل بعيد اسمه بارفور، هعزكم طريق خليكم معي. اوكي جايز شوفوا ما بعرف اول مرة بمرق منه، بس هلا رح لكم لوين يعني. ما بعرف الزيت الزايد بتخبص حاجة. لا هاي مش هي مش هي منطقتنا يعني، بس بابا وقفلنا هون نزل نتصور، بس هاد مكفين على واحدة تانية ما بعرف. اوكي جايز صورت كتير صور رح احط منهم بالفيديو. اوكي هلا بنرجع على السيارة يعني صورت كتير صور 16 صور،
بس راح نروح كم بعد، راح نكفي لانه في مطارح بعد اجمل. ويلا انكي هذه هي المنطقة اللي نروح عليها. بس هلا هي حلوة بس كلها محلات عرفتوا، فهون عم كزدير هلا ما بعرف هلا اذا لقينا مطرح نزل نصور او لا. انكم معنا اوكي جايز، هلا رايحين ناكل بوزة. وصلنا جايز، لايك وصلنا بس ما مبين لانه في كتير سيارات. اوكي اوكي جايز، انتوا قولوا لي تحت بالكومنت اي نوع بتحبوا من البوزة، انه مش نوع اي طعمة. اوكي جايز، هلا الصور اللي تصورت ما راح احطهم كلهم بالفيديو، ممكن تشوفوا بس الحلوين في اشياء لسه ما راح احطهم. اوكي هلا نطرة، هلا انا بالعادة بجيب شوكولا وحليب بس هلا حبيت غير، جبته على مانجا وفريز، وهلا متحمسة لشو طعمته طيب. ننادى على الجميع بس اكيد عم بخص البلوك. اوكي جايز، هلا جبناه من بيروت يعني نزلنا، بس ما رجعت كتير لانه كنت بعيد المنطقة، وحس انه عم نمشي ما عم نمشي، طلع هيدا ما عنده النكهة اللي نحنا بدنا اياها، فمشان هيك حنجيب من بيروت بس مصال. جاي بعد ما وصلنا على بيروت صرنا لقينا محل بوزة، حنشوف اذا عنده الطعم اللي بدنا اياها. اوكي الصور اللي تصورتهم رح يكونوا محل ما نزلت، يعني انه بعد ما قلت لكم رح احط لكم الصور. انه رح احط لكم اياها، ما بعرف وين رح احط لكم اياها بس ما عم تشوفوهم. اوكي اوكي واخيرا لقينا الطعم اللي بدنا اياها. اوكي خلينا اربط شعرات احسن ما تلي بوزة. هاي جبته هلا رح اكله وارجع لكم. هلا وقفنا على جنب من جنب ناكل بوزة بعد شوي مليان. جايز رح تعطي اكلته يعني، وبعد ما مو وصلنا على البيت. اوكي جايز عتمة فما بينت كتير، اكيد ما نسيتو هي البا وايبس، هلا رح مسح سني فيها وايدي. اوه كتير صعبة فتحتها. اوكي سوري بس انا عم افتح اللوا التليفون. اوكي شفتو يعني من اي بس حطيت ايدي رجعت. اوكي لك وينا هلو. اوكي هيدا ما زيد هاي انا هاي. اوكي هيدا بس هلا مسحت لنا، شوفوا مثل النار، اول مرة اشوف وايب سخن. رح مسح ايدي وارجع لكم. اوكي جايز رح اتسلى شوي على انستغرام لكنا وصلنا بقنا شوي بعد. اوكي هيدا تليفوني هيك شفتوا عطى فلتر. اوكي جايز نفتح الباسورد، اي فتحنا الباسورد. اوكي حبيت ارجيكم على هيدي الصورة، عملت غيرت اللون وحطيت اي لاينر على تمي وايلاينر فوق عيني، ف يعني كنت هيك زهقانة عملت لي ما بعمل هيك. فتحنا انستغرام. اوكي تين ستوري ما بعرف اذا بتعرفوا اليس عبد العزيز انستغرام. طلع بخوف شوي. اوكي جايز في عتمة استنى السيارة. اوكي جايز وهلا لنوصل
ان شاء الله بقلكم مزعجتهم شوية الفلوس. اوكي جايز لايك الفلوس حل هيك بس هيك تغيب الشمس هناك فوق بيكون شيء اورنج تحت بلو هيك حلو انا هيك بحب. اوكي لايك جايز حسي عم بعمل شيء هبلوغ ست اوكي عاتم كتير. اوكي جايز وصلنا على البيت واخيرا رحت اعمل دوش بس يعني بس صف السيارة بدي اعمل جسمي بس ما بدي انزل شغلات اللي بكره اتحمم. اوكي جايز صفينا السيارة وزيت لونك شوي فلتر لانه كمان تحت بيتنا كتير عتمة. هلا رح نطلع على الدرج ويلا. اوكي جايز باخيرا وصلت على البيت انا رح فوت اتحمم. اوكي جايز هذا كان الفيديو لليوم اذا حبيتوا ما تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير اشارات. وهلا لبست بيجامتي المفضلة صح ربطت شعرات بس تخربوا بس اتس اوكي وهيك يعني اكلت وان شاء الله يكون عجبكم. بليز ما بدي الا دعمكم والانستغرام رح يكون تحت بالدسكربشن باكس. بحبكم كتير باي.